الحقيقة دوت المهم بالنسبة لنا إن شاء الله بإذن الله، زي ما بقول لحضراتكم مباراة، أول مباراة في المشوار الأفريقي بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله يكون مباراة على مستوى جيد جدا. نروح بقى للدوري المصري، وتقريبا الجولة 18 هنشوف مع حضراتكم نتيجة أو نتائج الجولة الأخيرة من الدوري المصري، هنشوفها مع حضراتكم. دي نتائج المباريات الاسبوع 18، زي ما بقول لحضراتكم فوز الاتحاد السكندري على اسوان بنتيجه 2-0، وفوز المقاولين العرب على غزل المحله بثلاثيه نظيفه. فاركو بيستطيع الفوز على البنك الاهلي بمباراه صعبه ومهمه جدا بنتيجه 1-0. طلائع الجيش وهزيمه امام الداخليه 1-0. سيراميكا كليوباترا بيقدم افضل مباراه بالنسبه له على مستوى طبعا معين شعباني المدير الفني الجديد لسيراميكا، والفوز على النادي المصري 3-1. سموحة الهزيمة أمام نادي الزمالك ب3-1، طبعا كانت مباراة النادي الأهلي مؤجلة أمام الإسماعيلي. وفيوتشر بيفوز على حرس الحدود 1-0. بيراميدز أمام إنبي والفوز 2-1. دي كانت نتائج الجولة، لكن كمان عايزين نعرف جدول الترتيب، لأن مهم جدا جدول الترتيب بعد الجولة 18. النادي الأهلي في الصدارة ب 37 نقطة، ولكن لعب 15 مباراة. بيراميدز 18 مباراة 37 نقطة في المركز الثاني. فيوتشر بنفس عدد النقاط في المركز الثالث. الزمالك في المركز الرابع ب 32 نقطة. المقاولين العرب في المركز الخامس 31 نقطة. نادي الاتحاد السكندري المركز السادس ب 30 نقطة، غزل المحلة في المركز السابع ب 26 نقطة، فاركو ب 22 نقطة في المركز الثامن، أسوان في المركز التاسع 22 نقطة، سيراميكا في المركز العاشر 21 نقطة، نفس رصيد سيراميكا النادي المصري في المركز ال 11 ب 21 نقطة، سموحة في المركز ال 12 20 نقطة، طلائع الجيش المركز ال 13 ب 16 نقطة، ويلي الداخليه بنفس عدد النقاط في المركز ال 14، يلي انبي في المركز ال 15 بنفس عدد النقاط 16 نقطه، وثلاثي طبعا الهبوط حرس الحدود ب 14 نقطه، الاسماعيلي ب 13 نقطه، والبنك الاهلي ب 13 نقطه. الحقيقه مهم جدا، وزي ما حضراتكم شفتوا الجدول الجزء اللي تحت يعني هتبقى مباريات صعبه جدا. الدور الثاني احنا خلاص بدانا الدور الثاني بجوله، بالجوله ال 18، لكن على مستوى ترتيب تبدا تقريبا من العاشر لغايه ال 18، المسافه قريبه جدا، وبالتالي كل نقطه هتكون مهمه جدا في مشوار الدوري الممتاز بالنسبه لهلاء الفرق. ان شاء الله كل التوفيق لكل الفرق. هنشوف ترتيب هدافي الدوري لغايه دلوقتي بعد الجوله ال 18. احمد الشيخ 8 اهداف، احمد سيد زيزو 8 اهداف، رمضان صبحي 7 اهداف، مابولولو ب6 اهداف، رفيق كابو ب6 اهداف، احمد ياسر ريان ب6 اهداف، وطبعا رزقي حمرون ب6 اهداف. لو بنتكلم في الاحتراف، يعني خلونا نتكلم بكل امانه، العدد قليل قوي. لما اكون هداف الدوري المصري بعد 18 جوله 8 اهداف، يبقى الموضوع صعب يا جماعه. يعني احنا بنتكلم ومش عايزين يقول لك ما تقارنش بالدوري الانجليزي. دلوقتي هالاند يعني جايب تقريبا اعتقد 23 هدف، ولسه قدامه 15 مباراه. يعني بتكلم على عدد اهداف كتيره جدا، رغم طبعا الفارق في المستويات، ولكن صدقوني يبقى عندنا مشكلة، وده مهم جدا ان احنا ندور عندنا مشكلة فين. عندنا مشكلة في الاسترايكر، انا بتكلم على مستوى مصر، على مستوى الكرة المصرية. هل عندنا مشكلة في راس الحربة الهداف؟ انا بفتكر لما كنت بلعب مع الكابتن حسام حسن، الراجل من ربع فرصة بيجيب جون، جات له اربع فرص بيجيب 3 جوان، ولو ما جابش الرابعة بيطلع يعيط ويزعق نفسه ويبدأ يخبط دماغه في الحيط علشان ازاي يضيع الفرصة ديت. النموذج ده مفتقدينه في مصر بشكل كبير، نموذج التسعة الكلاسيك، تسعة. يمكن أنا بتكلم على الكرة المصرية بشكل عام، مش على مستوى الأندية أو أندية بعينها. هل إحنا مفتقدين ده؟ مفتقدين ده، ويمكن الأرقام بتتكلم بشكل أكتر احترافية. هداف الدوري المصري بعد مرور 18 أسبوع 8 أهداف، وبالتالي يعني قليل جدا 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 على دوري بقيمة الدوري المصري، على كمان منتج، بتكلم على منتج.